عيد مبارك. ها عيد مبارك. عيد مبارك. سعودی عرب میں تمام میت کا نماز ادا کرنے کے بعد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد عباد الله فاوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. عباد الله، ها نحن ودعنا رمضان المبارك، ها نحن ودعنا شهر القران والصيام والقيام والرحمات والبركات والغفران والعتق من النيران. لقد انقضى رمضان وانصرمت ايامه ولياليه وربح فيه الرابحون، فهنيئا لمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا، وهنيئا للصائمين القائمين المقبولين. افرح يا عبد الله بمن صام رمضان ايمانا واحتسابا، افرح بهذا العيد وسوف تفرح باذن الله عز وجل عندما تلقى ربك، لقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه الإمام البخاري. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر لله. وأبشروا معاشر المؤمنين الصائمين فثواب الصوم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، لقوله في الحديث القدسي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه الإمام مسلم. أي إن الله تعالى هو الذي يتولى ذلك الأجر والثواب، فثواب الصيام لا يحصيه إلا الله عز وجل، ولم يكله تعالى إلى ملائكته، بل تولى جزاءه تعالى بنفسه. والله تعالى إذا تولى شيئا بنفسه دل على عظيم هذا الثواب وهذا الأجر. فيا رعاك الله لا تعلم بعد إقبال. وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بها. العيد يعني أن تصل من قطعك، أن تصل أرحامك، أن تصل إخوانك المسلمين. العيد أن تعطي من منعك. العيد أن تخرج البغضاء. محمدك ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعز أعداء الدين وانصر المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين وأزل عنهم الفرقة والقتال. اللهم يا رب، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر طاعاتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق وقدر علينا. اللهم اصلح لنا ذرياتنا وازواجنا واجعلهم قرة اعين لنا يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عيد مبارک نہیں کرو تمام میں عید کا نماز ادا کرنے کے بعد کا نظارہ، عید کا نماز ادا کرنے کے بعد کا نظارہ. ہاں
عید کا نماز ادا کرنے کے بعد دمام میں عید کا نماز ادا کرنے کے بعد کا نظارہ. ادھر چیک کرو